يسرني أن أستضيف إياكم استشاري أمراض القلب والشرايين الدكتور إياس الموسى الذي ينضم إلينا. مشكورا دكتور إياس، صباح الخير. صباح الخير أختار. الله يعطيكم العافية دكتور، صباح الورد. دكتور الطب البديل، علاج بالأعشاب، العلاج بوصفات مش كيماوية، يعني أنت ممكن تروح عند عطاري يفتح لك الشرايين ويقول لك هذه خذ هذه العشبة. أقول لك دكتور، قبل فترة كنت أنا أقرأ كتاب عن هذا الموضوع يعني في نهاية الكتاب بقول لك وصفات لحياة زوجية سعيدة، مثلا انه عسل مع مش عارف الى اخره. فهو شو مؤلف الكتاب كاتب: وسوف ترى في الحلال يا ابن الحلال عجبا، يعني هذا مفعوله عجب العجاب بعطيك يعني الى اخره. فدكتور انت طبعا كان لك رأي، وانا يعني تابعت حضرتك شو كتبت. انت مرة من مرات كاتب انه هذه خرافة اساسا، ما في اشي اسمه طب بديل ولا طب مش بديل. بدي اسمع رأيك دكتور. صباح الخير. اولا هو في طب بديل، بس انا لما اثرت الموضوع زمان نشرت مقال اسمه الطب البديل اين الدليل. حلو. دائما انت لما تدعي انه شيء بنفع او ما بنفع بدك دليل. حلو. احنا في الطب الكلاسيكي العصير التقليديه، الدواء العادي المصر في كل يوم بالعياده، دواء يكتشف ثم يطور، نعرف قديش جرعته، متى يستخدم، شو اعراضه الجانبيه، مع مين بيضبط، مع مين بيضر، ومع ايش بتفاعل. تمام. هذا كل الشروط هي يجب ان تتوفر في اي دواء بنقترحه او بيقترحه عطار او يعني طبيب او اي حدا بيدعي انه بيتعامل بطب بديل، لازم يكون عنده هاي المعلومات. يعني يكون عنده نشره، زي النشره الموجوده بعلبه الدواء. تمام. انه هاي مثلا حبه البركه استعمل هالقده، هالقده الجرعه تبعتها، ودرست في 1 2 3 وأثبت أنها تشتغل بواحد أنت أثبتت، لاحظ. ولا يمكن استخدامها مع الأدوية الثانية وأعراض جانبية كذا. تمام. هذا المهم. فالطب البديل إحنا ما بننفيه كليا ولا بنوافق عليه طبعا كليا، لأنه دخلوا ويعني تخللوا كثير من الدجل والشعوذة اللي حضرتكم حكيتوا عنها قبل شوي. وفي قصص كثيرة أنا مرت علي خلال السنوات من مرضى أنه مثلا شرايين مسكرة نعمل له قسطرة. والله يا اخي الكريم عندك 3 شهرين مسكره بدك جراحه قلب. بقول لك انا لا، اعطيني 2 3 وبعدين بديك بغيب بعد سنه. بجرب خلطه زنجبيل وزعرور وحبه بركه وكذا وكذا، بديك مثلا بضعف عضله القلب او بجلطه او مثلا اهل، بقول لك والله انتقل رحمه الله. ما في دواء بيفتح الشرايين، ما في يعني اشي تاخده ويفتح الشرايين زي اللي بيفتح مثلا المواسير المسكره. يا ريت فيه. احنا مستريح جدا، لا اخترعوا السحره ولا الشعوذه ولا حدا اللي اخترعه، واذا حدا اخترعه انا باكد لك حياخذ جائزه نوبل. بيقول لك بفتح الشرايين ما في. تمام. بس احنا برضه ما بنسكر كليا الباب امام الحكي هذا. انا بقول لك في مجموعه امور قد تساعد في امراض معينه. صح، زي دكتور طب القرفه، ما هي بتنزل السكر، وكل البشريه عارف انه القرفه بتنزل السكر. صح. حتى حبوب القرفه تباع في الولايات المتحده الامريكيه، يعني صديق لي من امريكا بيقول لي بتنزل السكر. بتنزل السكر. طب هاي طب بديل. طبعا هنحكي الناس يشربوا قرفة، يشرب كل يوم شاي بالقرفة. حلو. بنزل سكرك، قديش بنزل سكرك؟ 5-10 ميلي جرام. سكرك انت 500، بدك تشرب مثلا 10 كيلو قرفة كل يوم، حيصير معك مشاكل اعراض جانبية منها. هي الجرعة. في حد بيقدر يشرب 10 كيلو قرفة وصحيح. بالضبط. الكمون مثلا، الكمون كويس للكوليسترول، دور بالطب بالابحاث المدروسة، الكمون بنزل الكوليسترول. بس كم بنزله مثلا؟ اذا اخذت جرعات مدروسه في دراسات عليها، المهم بالمليغرام لازم تكون مدروسه. بتنزل لك مثلا 20 ملي جرام كوليسترول. حلو. لما انا بدي الكوليسترول ينزل 70 80. فاحنا بنستعمل، بنحكي للمرضى استعملوا مثلا شيء مكمل، حط على الاكل زيت زيتون مفيد. طب ما هو الدكتور اذا انت بحثت فيها كويس، وكل شيء مفيد، يعني كل اي شيء مفيد. مفيد. يعني الملوخيه مفيده، والمقلوبه مفيده، والكركم مفيد، كل شيء مفيد. يعني اذا انت بتفكر في كل شيء مفيد، استعماله الطبيعي شيء. بستعمله الطبيعي. مش بدواء. طب كيف كانوا يتعالجوا زمان يا دكتور، قبل 70 سنه مثلا 80 سنه؟ لا ما كانواش يتعالجوه، لا ولا كانوا يموتوا. كانوا يموتوا من امراض كثيره. زمان كانوا يموتوا من الضغط، بيموتوا من الضغط لانه كان عندهم دواء ضغط منيح. زمان عمر الانسان كان كثير اقل من هلا. بس طبعا زمان ما كان في مواد مصنعه وسكريات بهي الطريقه، وكان في حركه ورياضه بطبيعه حياتهم، فكانوا يعيشوا. صح. بس انا بحكي دائما بدنا دليل. اذا انا مثلا بدي الزعرور بامراض القلب، في مرضى بقول لك انا تعالج بالزعرور. شو الزعرور هذا؟ نبته يعني؟ الزعرور هذا نبته. وعليه دراسات. وبتروح بتدور بالطب بالابحاث المنشوره في شيء اسمه زعرور. حلو. ومنشور في بحوث خاصه بالمانيا بحبوه، بحطوه بكبسولات.
تمام وبعطوه للناس. حلو. هذا شو بيسوي؟ جرعة معينة بوسع الشرايين، فاللي عنده مثلا ذبحة صدرية مزمنة ممكن ياخذ حبوب زعرور بجرعة معينة بتوسع الشرايين، ولكن بدي اعرف الأعراض الجانبية. إذا بتاخذ زعرور وبتاخذ معه مثلا فياجرا اللي هو المقوي الجنسي، بصير معك نزول ضغط شديد ممكن تكون تموت منه. حلو. هذا ما بيعرف هو لما العطار يعطيك زعرور ما بيحكي لك الحكي هذا. تمام. لما انا ما اوصف للمريض دواء موسع الشرايين بحكي له هذا موسع الشرايين اللي هو مثلا الايزوكيت، ما تستعمله مع الفياجرا لانه بيسوي نزول ضغط شديد. فالوضوح اكثر بالطب التقليدي اللي بمارسوه الاطباء، الغموض والميتافيزيقية أكثر في الطب البديل. وهذا اللي شوه سمعته بشكل كبير، أنه دخلوا عليه غيبيين ودجالين وقول لك أنه إحنا بنعالج كل شيء. أي حدا بيعالج كل شيء اعرف أنه نصاب حتى يثبت عكس ذلك. وأذن لا يثبت عكس. ما هي نصيحتك للناس اليوم اللي بتفكر بالطب البديل دكتور من الآخر؟ يعني وأنا يعني بدي نصيحة من يعني منك كمواطن لمواطن يعني. اسألوا الناس اللي بيعرفوا، اسألوا الأهل العلم. إذا بتروح عند طبيبك بصف لك دواء 1 2 3 اسأله ممكن استعمل معه هيك وهيك كمكمل؟ الجواب ما عنده جواب. ما عنده جواب. ما عنده جواب. بدك تبحث أنت عن معلومات في مكان موثوق، بتروح على موقع طبي محترم. لاحظ موقع طبي محترم. اللي بيعرف يقرأ إنجليزي في كتير مواقع إنجليزية للمراكز المهمة بحطوا فيهم شيء كامل تفاصيل. إذا ما بيعرف ما ترد أحدا بيدعي إنه بيعرف. مش متأكد ما تخاطر، لأنه أهم إشي ما تعمله إنك ما توقف الدواء المثبت علميا إنه بيشتغل وتأخذ بداله إشي مش مثبت على أمل إنه يزبط، وعارف إنه يزبط. وصلت الفكرة. دكتور بلال عبدين بسلم عليك، بقول الدكتور موسى دكتوري ما شاء الله عليه حط لي شبكتين الأطباء المحترمين وصديق الأهلي بسلم عليك. الله يسلم بلال. كل الاحترام يا دكتور موسى. رح نسمع رأي الناس على مداخلة حضرتك استشاري أمراض القلب والشرايين دكتور إياس الموسى. كل الاحترام دكتور إياس. شكرا. ما تنسوا تعملوا لايك شير سبسكرايب وتشغلوا جرس التنبيهات لمزاج أف أم.